بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا. اليوم إن شاء الله نتكلم حول أمرين مهمين والفرق بينهما، أمر تكبيرة الإحرام وأمر إقامة الصلاة، لأن الكثير من الناس خاصة الأخوات بارك الله فيهن يخلطن بين تكبيرة الإحرام وإقامة الصلاة، فنجد كثيرا السؤال في التعليقات متكرر، هل تكبيرة الإحرام واجبة؟ وهم لا يقصدون تكبيرة الإحرام ولكن يقصدون إقامة الصلاة، فما هو الفرق بين الاثنين؟ وما هو حكم كل من تكبيرة الإحرام وإقامة الصلاة؟ فابقوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسار على نهجه واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الأيام وفي أيام الحرب الدائرة بين أهل الحق وأهل الباطل، نسأل الله أن ينصر أهل الحق وأن يخذل أهل الباطل، وطبعا ندعم أهل الحق بما نستطيع من قوة، المقدسيين وأهل الأقصى وأهل غزة، نسأل الله أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. ولكن مع هذه الدعوات وهذا الدعم، نستمر في إعطاء الدروس كل في مجاله، من يعطي درسا في الرياضيات، في الهندسة، في العلوم، في الفقه، في الدراسات الإسلامية، في العلوم التجريبية وغيرها، كل يستمر في مجاله مع التوازن في دعم قضايا الأمة إن شاء الله. نسأل الله يتقبل منا جميعا صالح العمل، اللهم آمين. فيما يتعلق بدرس اليوم، تكبيرة الإحرام يا أحباب هي أول أو ثاني ركن من أركان الصلاة. تكبيرة الإحرام معناها نقول الله أكبر في بداية الصلاة، يسبق هذه التكبيرة طبعا يسبقها الوضوء أو الاغتسال جيدا والوضوء للصلاة، الوضوء الصحيح، ويسبقها النية، نية الصلاة، نية صلاة الظهر، نية صلاة العصر، نية صلاة المغرب، نية صلاة العشاء، نية صلاة الصبح، تمام، أو صلاة الفجر. فتنوي أن تصلي ثم تقول الله أكبر، هكذا، هذه هي تكبيرة الإحرام، تمام. لكن إقامة الصلاة، طبعا تكبيرة الإحرام واجبة، تكبيرة الإحرام واجبة، ركن من أركان الصلاة، وهي تدخل بها، يعني الإحرام يعني تدخل في الصلاة، بدون تكبيرة الإحرام فأنت لم تدخل في الصلاة. يعني لو أقمت الصلاة مثلا، وهنقول معنى إقامة الصلاة الآن، ثم مباشرة دون أن تقول الله أكبر بدأت في سورة الفاتحة، فهذه ليست صلاة، لا تعد صلاة، لأن دخول الصلاة يكون بتكبيرة الإحرام هذه، الله أكبر. ممكن حضرتك بقى ترفع اليدين إلى هنا، اللي هو المنكبين، يعني منكبين كتفين، ممكن ترفع اليدين بمحاذاة الأذنين، هكذا تقول الله أكبر، وتضع اليد اليمنى، هذه يدي اليمنى، لا أعرف ما تظهر في الفيديو، ربما تظهر اليسرى، هذه اليد اليمنى، تضعها فوق اليد اليسرى في هذا المكان تقريبا، تمام. ثم تبدأ في دعاء الاستفتاح، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، إذا لم ترفع يديك صلاتك صحيحة، لكن إذا لم تكبر صلاتك باطلة، وهذا البطلان لا ينجبر بسجود سهو ولا غيره، يجب أن تعيد الصلاة وتبدأ، أو تبدأ في الصلاة من جديد، لأن هذه ليست صلاة. إذا لم تبدأ بتكبيرة الإحرام، نركز يا جماعة مع بعض، تكبيرة الإحرام اللي هي الله أكبر، تمام. طيب، ايه بقى إقامة الصلاة؟ يعني نقيم الصلاة، يعني ايه؟ إقامة الصلاة إذا أطلقت هكذا معناها أن نقول قبل الصلاة الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. في المذهب الحنفي تكرر كل شيء ما عدا الأخير، يعني تقول الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لكن المذاهب الأخرى تقول مرة واحدة كما ذكرتها أولا، هذا جائز وهذا جائز، ما دام أمر مختلف فيه فلا إنكار فيه، فهذه تسمى إقامة الصلاة. إقامة الصلاة اختلف العلماء في حكمها، غير أنها ليست فرضا، يعني ليست فرضا وليست ركنا. قال بعض العلماء أنها فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ هي فرض كفاية زي صلاة الجنازة، يعني إيه برضه فرض كفاية؟ يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يعني واحد بيقيم الصلاة، وإذا في صلاة الجماعة يقيم الصلاة بهذا الشكل،
والباقون خلاص ليس عليهم إقام الصلاة، يعني لا يجب أن يقيم كل إنسان الصلاة لنفسه، في واحد يكفي عن الجميع. وقيل حكمها سنة، إن من السنة أنت قبل الصلاة أن تقيم الصلاة بهذا الشكل. طبعا إقامة الصلاة مختلفة عن الأذان، الأذان معروف وهو إعلان بوقت دخول الصلاة، معروف صيغة الأذان. أما الإقامة فهي إيذان بالدخول في الصلاة نفسها. طيب المرأة يجوز لها أن تقيم الصلاة، ليس واجبا عليها، إذا أقامت فجائز، وإذا لم تقم الصلاة، يعني إذا لم تقل هذه الإقامة، هذه الصيغة التي ذكرتها منذ قليل، إذا لم تقلها المرأة فصلاتها صحيحة وهي ليست واجبة عليها، سواء كانت تصلي منفردا، لكن لو تصلي جماعة مع النساء فإحداهن تقيم الصلاة والأخرى وإحداهن تؤم النساء وتقف بينهن وهم يقفون بجوارها وخلفها وهكذا. طيب أجاز بعض الفقهاء أن المرأة تؤذن للنساء مثلها، يعني يجوز للمرأة أيضا أن تؤذن، والأذان هو ذكر الله عز وجل ولا ينهى عن ذكر الله، لكن لا ترفع صوتها بالأذان أو بالإقامة في وسط الرجال، وإنما هذا يكون بين النساء، تؤذن الأذان الذي نسمعه في المسجد معروف الصيغة، وتقيم الصلاة أيضا ولا بأس بذلك إن شاء الله، يعني لا بأس بذلك وهذا أمر صحيح. هذا فيما يتعلق بإقامة الصلاة بالنسبة للمرأة. أيضا من الأسئلة التي ترد إلى القناة في هذا الأمر، هل نقيم الصلاة للصلوات الفائتة؟ نعم، يعني الإنسان عليه صلاة فائتة وهو يعني يقضيها ويعوض عن الصلاة التي لم يصليها قديما، يصلي مع كل ظهر ظهر أو اثنين أو ثلاثة، مع كل عصر عصر أو اثنين أو ثلاثة، أو عنده بعض الوقت فيقول سأقضي صلوات كثيرة مما علي، فينوي صلاة ظهر وينوي صلاة عصر وينوي صلاة مغرب وينوي صلاة عشاء وهكذا، وصلاة الصبح من الذي فاته يقيم الصلاة لكل صلاة من هذه الصلوات، لكن لا يجب عليه الأذان، يعني لا يجب عليه أن يؤذن لكل صلاة من هذه الصلوات، لكن فقط يقيم الإيه؟ يقيم الصلاة لكل صلاة من هذه الصلوات بالصيغة التي ذكرتها منذ قليل. طيب إذا لم يقم الرجل الصلاة هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، لكن الأفضل له أن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلاة، وكذلك المرأة ليس عليها إقامة الصلاة، لكن إذا أقامت صلاتها جائزة ولا مشكلة في ذلك. إذا في هذا الدرس الخفيف البسيط تعرضنا للفرق بين تكبيرة الإحرام وهي أول ركن أو ثاني ركن، وهي ركن مهم من أركان الصلاة، بها يدخل الإنسان في الصلاة التي هي الله أكبر في بداية الصلاة، والفرق بينها وبين إقامة الصلاة التي هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المرأة في بيتها تسمع الأذان في المسجد، هل يجب عليها أن تنتظر حتى تقام الصلاة في المسجد ثم تصلي؟ لا يجب، لا علاقة للمرأة بإقامة الصلاة في المسجد، وإنما علاقتها بالأذان، الأذان هو دخول وقت الصلاة، إذا أذن المؤذن في المسجد أو سمعته المرأة أو علمت بدخول وقت الصلاة فلها أن تصلي الفريضة، وإن كان هناك سنة قبل الفريضة فهي تصلى بين الأذان والإقامة، بين الأذان الذي هو أعلمت بدخول وقت الصلاة وبين الإقامة التي تقيمها هي، يعني المرأة تقيم لنفسها أو لا تقيم، يعني بعض النساء الكثير منهن يلتبس عليهم هذا الأمر، يعني تعلق نفسها بإقامة الصلاة في المسجد. أنت أختي الكريمة لا علاقة لك بإقامة الصلاة التي تكون في المسجد، قد يقيم مقيم الشعائر أو المؤذن أو الشيخ في المسجد يقيم الصلاة في السماعة الداخلية ولا تسمعين إقامة الصلاة، إذا فأنت مرتبطة بدخول وقت الصلاة، مثلا دخل وقت صلاة الظهر أذن لصلاة الظهر، بإمكانك بعد الأذان أن تصلي السنة ركعتين ثم ركعتين، سنة قبل الظهر، ثم تصلي فريضة الظهر 4 ركعات معروفين، ثم تصلي سنة الظهر ركعتين إن أحببت. أحببت تصلي الفريضة فقط هذا جائز، كان الأفضل طبعا الحفاظ على السنة، وهناك درس على القناة حول السنن الرواتب وهي 12 ركعة في اليوم مع الصلوات، 12 ركعة مع الصلوات. أرجو أن يكون هذا الدرس واضحا لحضراتكم جميعا، بإمكانكم دعم القناة من خلال عمل لايك وعمل تعليق على الفيديو سواء سؤال أو دعاء أو كلمات جميلة، هذا يدعم الفيديو كثيرا، وكذلك بإمكانكم مشاركة الفيديو مع أصدقائكم عبر واتساب وتويتر وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي ونشره قدر الاستطاعة، ومن كان عنده استطاعة أن يدعم القناة بالانتساب إلى القناة فهذا أيضا مقبول، ورابط الانتساب تحت
الفيديو وفي الصفحة الرئيسية للقناة. أشكركم جميعا وأرحب بأسئلة حضراتكم وتعليقاتكم تحت الفيديو أجيب عليها قدر الاستطاعة. بإمكانكم أيضا الاشتراك في القناة من هذا الزر. أرحب بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.